حبلش نحن اليوم عم نشهد انهيار دولة وانهيار نظام، ونحن كنواب تم اليوم التعدي علينا من حراس وزير العدل. هيدي مش حراس، هودي كلاب حول وزير العدل عم بيحيطوه. هجموا على النواب، هجموا على وضاح، هجموا علي، اخذوا لي التليفون، شلحونا اياه، وصار في عراق وضرب بالايدي. هيدي داخل الوزارة، داخل مكتب وزير العدل. ولا شيء، كنا عم نحكي بالقانون، كنا عم نحكي بكل حضارة، كان النواب عم يعطوا آراءهم القانونية، خصوصا القانونيين من النواب والقضاة. وإذ بي الصراخ بلش يعلى، لكن صراخ مش صراخ مشاكل، بلش الصراخ لانه نحن محتدين، لانه نحن عم نشعر بالازمه. واذ بس علي الصوت، واذ بحراس وزير العدل بيهجموا على النايب وضاح الصادق وبيضربوه، وبيهجموا علينا كلنا، وبيصير في عراك ما بين النواب، وبيصير في هجوم، وبيصير في هجوم كمان على دولة نائب رئيس النواب السابق دكتور غسان حصباني. وانا بيقشطوني على التليفون وبهجموا عليهم، وبيصير في صريخ وعياط وعراك، ترجعوا لي التليفون، بيرجع لي اياه. نحن نطالب فورا بسجن كل عناصر الحمايه تبع وزير العدل، ونطالب وزير العدل فورا بالاستقاله وبالتنحي. هيدا مش وزير عدل، هيدا مش وزير عدل، هيدا حاطط حراميه ولصوص حواليه. ما في سبب، لو في سبب انا بقول لكم الحق علينا، لكن نحن نواب عم نطالب بحقوقنا، بحقوق. نعم انا كنت عم صور واشتونا التليفون، بس الكل كانوا عم بيصوروا، لكن هيدا مش مقبول. موجود ممنوع التعدي على نائب الامي، ممنوع التعدي على نائب البرلمان. مع الفيديو هلا بسلمكم اياه. نعم اكيد خلينا نشوفه، بليز تنشوف حقيقة ما حدا. او اذا بنبعته الفيديو اللي كانوا عم بيصوروه بالداخل، وعلى اساسه يعني هون بليز هون عندي. خلينا بس خلينا هذا يعني شو؟ ما بتعوري حالك انتوا قدام جون. هذا يعني صار جوا كل شيء عملنا نحن كنواب، كل شيء عملنا نحن كنواب، انه بس كنا عم نحكي بالقانون، كنا عم نطالب وزير العدل انه ياخذ موقف واضح واداري باللي صار. نحن رح ننتظر انه حضرتك تبعت لنا الفيديو كمان. طيب هلا هيدا كله بوزاره العدل. نعم وزير العدل رح ترجع. كنا والمضحك المبكي انه مجتمعين كنا بقاعه اسمها 4 اب 2020، كنا مجتمعين بهيدي القاعة وتم ضرب النواب. طب شو قالوا؟ طب هل يا ترى رح نشوف نواب عم ينزلوا بعد على الوزارة؟ مين ضرب أي نواب تحديدا؟ وضاح، دكتور غسان، تقريبا الكل، أنا الكل. بس أنت لون من أي نقطة قرروا إنه ياخذوا هيدا؟ بس علي الصوت. علي الصوت على أي خلفية؟ علي الصوت على خلفية إنه نحن كنا عم نطالب وزير العدل بأخذ قرار إداري بوزارته، لأنه هي الوزارة المعنية بالانشقاق العمودي اللي عم بيصير بالعدلية. هون ساعتها الوزير كمان على صوته وقال أنا ما عندي صلاحية على القضاء الأعلى، وفجأة هجموا على الحراس وضربوا. سؤال أخير، رح ترجعوا تجتمعوا، رح ترجعوا تفوتوا للاجتماع، رح ترجعوا تفوتوا للاجتماع مع سهيل عبود؟ لا بعتقد نزلوا. حنروح هلا لعند نقيب المحامين. شكرا لك، خلينا وهونيك حناخذ قرار موحد. نعم شكرا لك يعني.